السلام عليكم، ايه الاخبار؟ لو قالك ان انت ليك فيديو من 10 سنين وده عند حد معين على شريط فيديو ولا على سي دي ولا على فلاشة او ايا كان، فقد ايه انت ممكن تدفع في حاجة زي دي؟ او مثلا لو في ذكرى سعيدة جدا 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 ليك، الذكرى دي من فترة طويلة وبعدين حد قالك انا مصور المناسبة دي وعندي على فكرة، فتخيل مدى سعادتك او مدى تقديرك لحاجة زي دي. انا ليه بتكلم في الموضوع ده؟ لان ده حاجة مهمة قوي قوي بالنسبة لي ان انا احتفظ بالحاجات دي. قبل كده كيوتيوبر او كونتنت كرياتور بامكانيات محدودة، فانا كنت محدود بالمساحة بتاعت الهارد الداخلي بتاع الكمبيوتر او الهارد درايف بتاعي، يعني كان حاجة زي ده كده، وكان 160 جيجا بحالهم وكان عليهم حياتي كلها. فكنت اما اخلص اي فيديو بديليت الفوتج وخلاص، عامل فيديو تاني اديليت الفوتج، وما كنتش مدرك قد ايه ان الحاجات دي ممكن تبقى قيمه او عزيزه عليا او في يوم من الايام. ومنذ ذلك الحين، يعني منذ ان ادركت ان الحاجات دي مهمه ومهمه قوي ان يكون عندي ارشيف بيها، وانا بدات استثمر في هارد درايفز وفي هاردات كبيره ومساحات كبيره وكلاود ستورج على جوجل درايف مثلا وحاجات زي دي عشان ما احذفش حاجه. ولكن للاسف الشديد بتوصل لمرحله، خلينا اوريها لكم، all red، كل الحاجات، يعني ده 6 تيرا وده 6 تيرا والاثنين دول على بعض يكملوا لهم كمان تيرا. ف يعني الموضوع صعب جدا، وبكل تاكيد هتيجي عند مرحله معينه يبقى في بوتل نيك او في عنق زجاجي كده خلاص مش عارف تطلع منه. مش بس دول اللي عندي، خليني اوريك. يعني انا اشتريت هاردات، يعني مش هقول كتير قوي لان في ناس اكتر من كده كتير، ولكن ده مثلا تيرا، ده 4 تيرا، ده كمان 4 تيرا، ده الهارد بتاع لابتوب قديم، وانا متاكد ان الهارد ده عليه حاجات قيمه جدا 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 وصور ومناسبات انا محتفظ بيها عليه، ولكن بيتملكني نوع من القلق والتوتر دايما ان انا افقد الحاجات دي او ان هو يتخبط، فدايما عندي الهسهس ده. ايه الحل؟ هنا تاتي فايده البوكس الظريف الجميل اللي انا مبسوط جدا جدا اللي هو وصلني في الفترة اللي انا اساسا كنت هطلبه اونلاين، كنت هشتريه، لقيت الشركة، سبحان الله سبحان الله، الشركة اللي بتصنع المنتج ده بتكلمني عايزين نبعت لك حاجة. يعني فيا عارف حينما يتلاقى الاحتياج، يعني دلوقتي الحاجات كلها عندي بقت ايه، حمرة حمرة مفيش كلام. فكنت هشتري وهستثمر وابدأ اشوف بقى ايه هنعمل ايه، لقيتهم بعتين لي. خلينا نفتح البتاع ده مع بعض وانا اكسايتد. تعرفين قد ايه الواحد بيبقى متحمس لما بيجي يفتح بوكس، خاصه حاجه يلا بينا حاجه كده على الهامش. ده الشباك بتاعنا عادي، ففي يعني زي ما تقول يمامه او اظن يمامه عششت هنا وحاطه البيض بتاعها. طبعا انا ما اقدرش افتح الشباك عشان لو فتحت الشباك هتقع، ولكن فرق كتير، ولكن يعني بيقال ان لما حاجه زي دي بتعشش في مكان فدي يعني ده مؤشر ان كويس ان المكان ده يعني فيه بركه ومكان كويس يعني. ف يا اي هوب سو. اوكي خلينا نفتح دلوقتي الصندوق الجميل ده، وكان نفسي يكون عندي انبوكسنج نايف اللي هي الحاجات الكول دي، ولكن يعني مش معايا الا ده فاظن ان هو هيقضي الغرض. بسم الله بسم الله. شكرا الجمارك، لازم نجدد شكرنا للجمارك كل مرة طبعا. What is this؟ ده باور ادابتر وده سلك لان، كابل لان اتنين. اوكي كابل، فين الحاجات بقى؟ انا عايز الحاجات اهي، الحاجات اهي. دي الحاجات بقى، ايه الحاجات؟ اوكي سينولوجي، ده سيرفر. السيرفر ده يعني عبارة عن سيرفر بتقدر تخزن عليه يور داتا. انا مش عارف اقول ايه. خلينا ازاي بقى ده هيحل لنا المشكلة الكبيرة بتاعتنا؟
الحقيقة تركيب السيرفر كانت عملية لذيذة بتفكرني بحاجات ايكيا او بالليجو اللي هو بتقعد تركب حاجات كده، والموضوع مش صعب خالص وكل حاجة بتسلايد ان في مكانها بكل سلاسة وبسهولة، وكانت عملية ممتعة. وها هو السينولوجي ناس سيرفر، يعني باد كيبل مانجمنت، معلش السيرفر هو اتحطه في الرف الاخير من المكتبة بتاعتي، وكمان بنقل دلوقتي الفوتج من الهارد درايفز للناس سيرفر. بالمناسبة السينولوجي سيرفرز فيها فاكشناليتي واوبشنز وحاجات كده تقدر تعمل بها حاجات كتيرة جدا. تقدر مثلا لو انت عندك مكتبة من الافلام او مكتبة من اي الفيديوهات عامة تخزنها عليها وتوصلها بالنيتورك بتاعتك، وتقدر تستريم الافلام او الفيديوهات ديت على اي جهاز على النيتورك. في حاجات كده لما دخلت ابحث لقيت يعني ما شاء الله يعني اوبشنز كتيرة جدا للحاجات اللي زي دي، ولكن انا بالنسبه لي يعني بستخدمها كستورج ديفايس في المقام الاول، وبتكنولوجيا كمان ان هو بيدوبليكيت او بيعمل نسختين من كل حاجه علشان لو في حاجه حذفت او باظت او هارد درايف اتحرق فانا عندي باك اب من الداتا دي. فده خيار ممتاز الصراحه، وانا موصله دايركتلي بالديسكتوب بتاعي وعامله كنتورك درايف. برضو قعدت ابحث شويه على ما وصلت للاوبشن ده، بس بصراحه يعني ايه شعور مختلف انت عندك حاجة زي دي. It makes you feel، خليك تحس كده بايه، لا يعني now we are the real deal. يعني بحاول ان شاء الله بعد ما انشر الفيديو ده هحاول اكلم سينولوجي ان هم يبعتوا لنا الكبير بقى اللي هو 100 تيرا بايت 100 تيرا بايت مثلا، اللي هو ما بعمل لكم شاوت اوت على دروس اونلاين ولا حاجة. فالله المستعان، بس بصراحة يعني الواحد عايز يوسع كده ويرحرح، يبقى عنده 100 تيرا يرمي فيهم براحته وما يشيلش هم، لان انا كل حاجه عندي احمرت. حتى يعني الاس اس ديز مفيش مساحه، يعني كل فيديو بفيديو كده بفضي مساحه يعني. فالله المستعان يعني، وان شاء الله تبقى تجربه ظريفه يعني. فبصراحه لو اي حد كونتنت كرييتور ميديا كومباني انت محتاج حاجه زي دي، اتس اميزنج. ودلوقتي حان الوقت ان احنا نفضي واحد من الدرايفرات الحمراء ديت، فكليك يمين فورمات على البركة. يا سلام، شفت شعور والله مفتقد ان في حاجة فاضية كده. ونصيحة اخيرة قبل ما نقفل، ما تمسحش صور او فيديوهات. هي ممكن تبان دلوقتي عادي وعايز افضي مساحة وبتاع، بس صدقني الحاجات دي عاملة زي الحاجة اللي ما بتقدم بتزداد قيمتها. يعني كل ما بتعتق كل ما الفاليو بتاعتها، سواء فاليو العاطفية او الذكريات اللي هي بتحفظها، بتبقى مهمة قوي 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 بالنسبة لك. فحاول تستثمر في اي ستورج، مش شرط ناس طبعا. بنشكر سينولوجي على انهم بعتوا لنا الحل الجميل اللي وفر لنا الموضوع ده، ولكن يعني بوتوم لاين نهاية الاول، ما تمسحش حاجة، احتفظ بالحاجات دي، احتفظ بالذكريات دي لأنها لا تقدر بثمن. سلام.